لأنه لما يشكر الناس ما يشكر الله عز وجل. كلمة حق تقال لكل أم ولكل أخت ولكل بنت ولكل زوجة، جزاكم الله الجنة. ومن فطر صائم كان له مثل أجره غير أن ينقص من أجره شيء. فأبشروا بالخير يا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا، أبشروا بالأجور العظيم. يا رجال حنا يا رجال إذا قمنا نطبخ أنك تكسرت ظهورنا، فهذه كلمة حق تقال. ولكن بعض الرجال ما يقدر النعمة اللي هو فيه. رجال متكي منبطح في البراد، أم العيال ولا أخته ولا زوجته جالسة تطبخ من قبل الظهر أو من الظهر أو من العصر، وهي تطبخ على شاك. إذا حطت الفطور هذا وراء كذا طعمه، أنت وش فيس اليوم، من يعرف إيش ولا ترى هذه كلمة تقتل. قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم مات وله 9 أبيات، وكم صام من الرمضانات، ما عاب طعاما قط، اشتهى أكله أو تركه. من لا يفرق حق المؤمنة قايمة مسكينة من الظهر أو من العصر تطبخ، بعدين تجي مو بعجبك ذا ولا جايز لك ذا وتتكلم. يا أخوان مقصرتم في كذا، ولا ليش هذا كذا، وليش طعمه كذا، ولا ويدعي عليه وبعضهم يلعب. صلى الله عليه وسلم رمضان غذاء الأرواح مو غذاء الأجساد. رفقوا ورفقا بالقواري كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، اللي ما في خير لهله ما في خير للناس.